وسط تزايد المخاطر الأمنية في البحر الأحمر، تقوم سفن القمح الأوروبية بتغيير مسارها بشكل ملحوظ لتجنب ممر قناة السويس. قالت منظمة التجارة العالمية في منصة بيانات القمح الخاصة بها أن حصلت الشحونات من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وروسيا التي تستخدم مسارات بديلة في طريقها إلى آسيا وأفريقيا ارتفعت إلى 42% على أساس شهري، هذا وانخفض عدد الشحونات العابرة عبر قناة السويس في يناير بنسبة 40% على أساس سنوي. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ اقتصادات النقل والعميد الأسبق المؤسس لكلية النقل واللوجستيات. أهلا وسهلا بك. إذن دكتور محمد، اضطرابات الشحن في البحر الأحمر دليل جديد على هشاشة سلاسل الإمداد الغذائية، ما الحل برأيك لتفادي زيادة تكاليف السلع الغذائية؟ هو الحقيقة منذ أن استهدف الحوثيين السفن الإسرائيلية والسفن التي تحمل مواد إلى إسرائيل أو إليها، والمعالجة الأمريكية لهذه القضية بطريقة يمكن أدت إلى تفاقم الأزمة، ارتفعت الأسعار بشدة، ويمكن النوارين الآن في بعض التجارات زادت بمعدل 246%، يمكن ده في سوق الحاويات بالذات 246% عن مستواها في ديسمبر الماضي. نعم. ويمكن التأثير ده جاي من عدة عوامل. انه العامل الاول انه التأمين على السفن التي تعبر قناة السويس والبحر الأحمر زاد بيتراوح من 200 ل 250%. من ناحية تانية، العاملين اللي على ظهر السفن التي تعبر هذه المنطقة طلبوا بزيادة أجورهم، والشركات استجابت ورفعت اجورهم 100%، وبالتالي فان في زياده كبيره في التكاليف التشغيل عبر الطريق اللي احنا بنعتبره الاكثر. وبالتالي فكان ده وعدم الامان في هذا الطريق ادى الى تحول السفن الى راس الرجاء الصالح. تحول السفن الى راس الرجاء الصالح بيترتب عليه زياده في التكلفه وزياده في الوقت. زياده في الوقت لماذا؟ لانه الرحله بتطول حوالي 3600 ميل بحري الى 4400 ميل بحري. نعم. وبالتالي ده يعني بتؤدي الى زياده بتتراوح من 10 ل 14 يوم، وبالتالي كمان في زياده في التكلفه، استهلاك وقود اكبر، وايضا اجور طاقم وتاجير سفينه، وايضا نحسب راس المال معطل في شكل بضائع على ظهر السفن، لان دي الفتره لما بتطول يبقى في تكلفه استثماريه وقع على صاحب، وكل ده بينعكس في النهايه في زياده نوالين بيترتب عليه زياده في الاسعار، تنعكس ايضا على نوعيه طيب الغذاء اذا نتحدث عن سفن تحمل الاغذيه. بالتاكيد وحضرتك عارفه ان كمان القمح بالذات يعني غذاء رئيسي لمعظم شعوب العالم، وبالتالي وايضا الطبقات اللي دخلها منخفض بتعتمد على القمح في غذائها بصفه رئيسيه. نعم. وفقا لقانون انجل في الاقتصاد المعروف بنتكلم على انه كل ما بيقل مستوى الدخل استهلاك القمح بيزيد، ونلاقي نعم. الدول الفقيره استهلاكها القمح اكثر كثيرا من الدول الغنيه، وبالتالي احنا لما بيقل مستوى حتى القمح يكون مش موجود تبقى في ازمه كبيره في نوعيات الغذاء وامكانيات الحصول على الحد الادنى اللازم للغذاء بهذه الطبقات، وبالتالي طيب دكتور محمد، المجهول الاكبر الى الان حتى الان لا نعلم الى متى ستستمر هذه الازمه، وبالتالي متى تعود التجاره الى التدفق بشكل عادي عبر قناه السويس مره جديده، ما تاثير مده وطول الازمه على الاقتصاد عالميا؟ بالتأكيد ده بيلقي ظلال كثيفة على الأسعار في العالم، وأيضا بيعطل برامج الإنتاج وعدم وإتاحة السلع للاستهلاك في الوقت المطلوبة فيه، ده بيرفع مستويات التضخم، وقد يؤدي أيضا عدم تعطل برامج الإنتاج إلى زيادة معدلات البطالة، وبالتأكيد ده هيكون له آثار صعبة، لأنه يعني محاربة التضخم لوحده بتحتاج سياسات تختلف عن السياسات المطلوبة لمحاربة البطالة، ومن هنا بتبقى معضلة شديدة في مواجهة هذه الأزمة. نعم. أعتقد أنه الحل بيرجع أن احنا لحل سياسي في منطقة البحر الأحمر وليس حل حربي، لأن التدخل الحربي فاقم المشكلة ولم يحلها. نعم، بالعودة إلى الاقتصاد، يعني هناك يعني آمال بالتعافي وآمال بتخفيض الفائدة، ما السيناريو ما إذا
تصاعدت الأوضاع أو تحولت إلى يعني حرب إقليمية، وتسببت هذه الحرب بارتفاع أسعار النفط بشكل كبير. كنت تذكر قبل قليل أن السفن تضطر إلى زيادة 10 إلى 14 يوم على المسافة التي تقطعها. ما يعني ما السيناريو وما التداعيات؟ هو الحقيقة يمكن القمح بالذات من السلع اللي طلب عليها على مدار العام، وإنتاجها موسمي، فموسمية الإنتاج بيخلي كل الدول اللي بتستهلك قمح بيكون عندها يعني مخزون، ولكن هذا المخزون عرض النفاس، فإذا طالت أمد الحرب هيترتب عليه يعني استهلاكات الحاجات الموجودة عندهم. لا. كما أنه في تغير في الباترن أوف تريد، نمط التجارة نفسه تغير. التقارير اللي طالعه مؤخرا بتتكلم على انه التجاره بين الشرق والشرق زادت على حساب التجاره بين الشرق والغرب، وبالتالي ففكره العولمه نفسها بدات محل جدل مره اخرى. هل مع اضطراب سلاسل الامداد هل مع اضطراب سلاسل الامداد من الاوفق ان يكون في سلاسل امداد عالميه، ام نكتفي بسلاسل امداد اقليميه؟ بل ان البعض بدا يتكلم على توطين مدخلات الانتاج في نفس الدوله، يعني رجعنا لفكره الاكتفاء الذاتي بدلا من عولمه، وهذا مناط الخطوره، لانه احنا كان الاقتصاد العالمي قايم من سنوات على فكره العولمه، وان في تكامل في بين الدول كلها، وان العالم اصبح مصنع كوني، وبالتالي بتنخفض تكاليف الانتاج ونستمتع بما يسمى بالايكونوميز اوف سكيل. سؤال اخير دكتور محمد، بشكل مختصر، برايك الى متى تستطيع شركات الشحن تفادي قناه السويس، ومن هو المتضرر الاكبر؟ تحدث قبل قليل عن الدول الفقيره التي تعتمد على القمح، من هو المتضرر الاكبر من هذه التوترات؟ المتضرر الاكبر هو الدول الفقيره زي ما حضرتك اشرتي، وفي نفس الوقت التجاره العالميه كلها سوف تتاثر سلبا، وايضا في مستويات التضخم الكبيره والبطاله وارتفاع معدلات البطاله ينزل بدخول العالم في ازمه ركود تضخمي، واعتقد ان الكل سيعاني من هذا الاثر. شكرا لك، كنت معنا من القاهره الدكتور محمد علي ابراهيم، استاذ اقتصاديات النقل والعميد الاسبق المؤسس لكليه النقل واللوجستيات، شكرا جزيلا لك. عوده